العملية جاءت بناء على معلومات أمنية وردت إلى المصلحة تفيد أن دراجات نارية مسروقة موجودة بأحد المساكن بمستغانم. علي وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة فتحت الضبطية القضائية تحقيقا وتمكنت من تحديد مكان المسكن المشبوه، حيث ضبط به دراجة نارية من الحجم الكبير مزورة الهيكل من نوع سوزوكي. يتم مباشرة توقيف أحد المتورطين والبالغ من العمر 19 سنة. كما تم استرجاع في ذات اليوم دراجة نارية أخرى من الحجم الكبير من نوع سوزوكي محل سرقة. أفضت التحقيقات القضائية كذلك إلى استرجاع دراجة نارية ثالثة من نوع كاوازاكي محل سرقة وتوقيف متورط ثاني في القضية من طرف قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي استيديا. سالف الذكر يبلغ من العمر 26 سنة وينحدر من مدينة مستغانم. عن تهمة تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة سرقة دراجة نارية طمس رقم هيكل بغرض التزوير.